وفي سياق آخر، قدم اليوم أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بيانا صحفيا بمكتبه، تحدث فيه عن نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة المغربية في 23 من الشهر الحالي، والتي تم من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستفتح فرصا للدراسة بالجامعات المغربية. نستمع إلى بيان الوزير في ميكروفون الزميل رمان جبرين أجيلي. لقد قمنا في البداية بعقد اجتماع مع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتباحثنا في قضايا مهمة، وهو يعني كيفية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم العالي. وصراحة قد أبدأ الجانب المغربي باستعداده لدعم أو لزيادة المنح الدراسية المخصصة لجمهورية تشاد سنويا، وأيضا فتح المجال أمام الطلبة التشاديين للدراسات العليا، خصوصا التخصص في مجالات الطب، وكثير من أطبائنا يرغبون للتخصص في الحصول على فرصة التخصص للدراسات العليا. أيضا فتح مجال للمنح خارج الحصة، وهذه ستكون يعني صراحة بكمية أكبر، ما يسمى بالأوركوتا. هذا يتيح المجال لكثير من الطلبة الذين يرغبون للدراسة في المجالات المختلفة. ونحن ركزنا على أن الحكومة التشادية بقيادة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تنوم، أن لديها أولويات لتأهيل الكفاءات التشادية خصوصا في المجالات العلمية. كذلك اتفقنا مع شقائنا في المملكة المغربية على إرسال أساتذة زائرين إلى كلية الطب والصيدلة بجامعة إنجمينة لدعم كلية الطب في جامعة إنجمينة بالأساتذة الزائرين. وقد أبدأ الجانب المغربي استعداد المغرب لإرسال أساتذة أطباء قبل نهاية هذا العام للتدريس بجامعة إنجمينة، وكذلك إرسال خبراء في كلية الطب بالمملكة المغربية لتأسيس دعمنا في تأسيس كلية الطب بجامعة الملك فيصل. وبالتالي اتفقنا أن يكون هناك عمل ثنائي بين البلدين لتطوير البحث العلمي والتركيز في مجالين حيويين نعمل من خلالهما، وهما مجال الطاقة والزراعة، الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التطبيق الثنائي اللغوية، لأن للمغرب تجربة رائدة في هذا الجانب، تخصيص منح دراسية في معهد طنجة للترجمة لعدد من الكفاءات التشادية لتلقي الدراسة في هذا المعهد، وبالتالي ممكن أن نكون خبراء في هذا الجانب. كذلك الاستفادة من تجربة المغرب في تأسيس كليات الترجمة يعني في الجامعات التشادية. أيضا قمت بزيارات إلى الجامعات، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكذلك جامعة محمد الخامس في الرباط. هذه الجامعات حقيقة يعني أبدت استعدادها لتسخير كافة إمكانياتها من أجل دعم التعاون العلمي بين جمهورية تشاد والمملكة المغربية، من خلال الأنشطة التي تنظمها الجامعات المغربية أن يكون هناك تبادل لزيارات الطلاب، وكذلك استعدادنا لاستقبال الطلاب المغاربة لزيارة عدد من الجامعات التشادية من أجل أن يكون هناك ترسيخ للتعاون العلمي بين البلدين. وفق رؤية صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تنو، أننا سوف نسعى إلى تطوير الباحثين وتشجيع الباحثين من أجل أن يكون هناك إنتاج علمي يخدم التنمية في البلاد، خصوصا نحن اتفقنا على أن ندعم البحث العلمي في مجال الطاقة ومجال الفلاحة أي مجال الزراعة، لأن يكون لدينا خبراء باحثين يعملون في الأولويات التي تحتاجها البلاد.